حل باستخدام طريقة الحذف. مجموع رقمين هو 70 والفرق بينهما هو 24. ما هما هذان الرقمان؟ دعونا نستخدم الجملة الأولى لننشئ منها معادلة. مجموع رقمين، دعونا نسمي إحدى الرقمين X والآخر هو Y. إذن مجموع X زائد Y يساوي 70، هذا ما تخبرنا به المعادلة الأولى. الجملة الثانية تخبرنا أن الفرق بينهما هو 24، وهذا يعني أن X ناقص Y يساوي 24. وهذا يقودنا إلى الافتراض أن X هي الرقم الأكبر من بين الرقمين وأن Y هي الأصغر، وعندما تأخذ الفرق لنحصل على موجب 24. إذن هذا النظام من معادلتين ومتغيرين، وسنحاول حلها بطريقة الحذف، لذا دعونا نقوم بذلك. إذا قمنا بجمع هاتين المعادلتين، على الجانب الأيسر هنا يوجد Y وناقص Y، وسيتم حذفهما عند جمع هاتين المعادلتين. إذن يتم حذف y، لذا دعونا نقوم بذلك. إذن x زائد y زائد x ناقص y زائد y وناقص y يتم حذفهما، ويبقى لدينا x زائد x يساوي 2x، هذا يساوي الجهة اليمنى. 70 زائد 24 يساوي 94. أود أن أوضح هذا أكثر، وقد ذكرت هذا في عروض سابقة، عملية جمع المعادلات مع بعضها لا شيء جديد، هنا فقط نقوم بإضافة الشيء نفسه لكلا طرفي هذه المعادلة. يمكننا أن نقول أننا نضيف 24 لكلا طرفي هذه المعادلة، نضيف 24 لـ70، وهنا يمكن إضافة 24 لـx زائد y، ولكن المعادلة الثانية تخبرنا أن x ناقص y تساوي 24، إذا نضيف نفس الشيء لكلا الطرفين. إذن هذا الشيء سيكون 24 هنا ويكون x ناقص y هناك، إذن نكون قادرين على حذف y، إذن نحصل على 2x يساوي 94، ثم يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 2 ويبقى لدينا x تساوي 47. والآن يمكننا أن نعوض هذه القيمة في إحدى هاتين المعادلتين لنجد قيمة y، لذا دعونا نجرب المعادلة الأولى. هنا لدينا 47 زائد y يساوي 70، يمكننا أن نطرح 47 من كلا طرفي هذه المعادلة، هاتان تحذفان ونحصل على y تساوي، هنا 70 ناقص 47 يساوي 23، إذن y تساوي 23، ويمكننا التحقق من أنها تعمل إذا جمعنا كلا الرقمين 47 زائد 23، من المؤكد أنها تساوي 70، وإذا أخذنا 47 ناقص 23 من المؤكد أنها تساوي 24، إذن من المؤكد أنها تحقق كلا المعادلتين.